السلام عليكم. غزت الحبيبة وأهل الكرام فيها. أخي الدكتور المؤرخ والكاتب اللامع أحمد يوسف صالح، مؤلف هذا الكتاب الجميل الأب منوين مسلم أيقونة وطن الذي توقعونه اليوم. الأصدقاء الحاضرون، جمعية الشبان المسيحية، ويا جميع الإخوة المتحدثون والمشرفون على هذا الحفل البهيج الوطني بامتياز، كل باسمه ولقبه. كم هو عظيم ومؤثر إكرامكم لي. ما كان الجهد الذي بذلته أنا ليثمر هذا الثمر لو لم تكن البذور الطيبة قد ألقيت في الأرض الطيبة الخصيبة. وفاؤكم كان لي مميزا، فمحبة وشكرا لكم. كان عمري 25 سنة حين أنهيت دراسة متطلبات رجل الدين، أي 3 سنوات فلسفة و4 سنوات لاهوت بعدها. حينها أخذت القرار بأن أصبح كاهناً خوري، وأحببت هذا الخيار والتزمت به. تمر أرضنا ب4 فصول، تبدأ بالربيع، هذا ما اتفق عليه، وأنا كان لي 4 فصول، لكنها ابتدأت بفصل الشتاء سنة 1963 في مدينة الزرقاء ثم عنجرة في الأردن. هناك في أول مراحل رسالتي أبرقت حياتي وأرعدت، فقال الناس ربما هو خلب. هناك سقط رذاذ جميل، وسنة 1970 في مدينة جنين رويت أرضي بمطر غزير وتأصلت جذوري ونموت سريعا. سنة 1975 في بلدة الزبابدة مدة 20 سنة كان ربيع حياتي، فأزهرت وعقد ثمري. سنة 1995 في غزة كان صيفي، فنضج ثمري. سنة 2009 عدت إلى بلدة بيرزيت، وهنا ابتدأ خريف حياتي. أخي الدكتور أحمد يوسف، أنا ما عشت أيقونة في وطن بقدر ما كان الوطن أيقونة فيا. أنا أحببت دعوتي وأخلصت لها، ولم أعمل فقط ما كان مطلوبا مني، بل عملت جهدا مكثفا فيما طلب مني. أحببت الكنيسة والمسيحيين والإنجيل، فعملت وعلمت. أحببت المدرسة ورياض الأطفال، وغرست فيها الفرح والكشاف والفولكلور والنظام، فربيت أجيالا قوية شجاعة مقدامة رائدة. أحببت المسلمين وجوامعهم، وفتحت أمامهم المدارس المسيحية في الزبابدة، وأجريت معهم حوارا وطنيا في غزة. أحببت شعبي، المواطنين واللاجئين والأسرى والمقاومين والفقراء والعمال، فدافعت عنهم بقلمي.
أحببت المسيرات الوطنية والشعبية وأعياد الميلاد، فجسدت على الأرض الوجود الفلسطيني. أحببت السلام سبيلاً للعدالة، ثم العدالة سبيلاً للسلام، علها أفضل، ثم العصيان المدني سبيلاً للسلام، علّه أفضل، وأخيراً المقاومة سبيلاً للسلام، وهي الأفضل. أحببت القدس لأنها مدينة الله ومدينة الألم، فكنت جزءاً لا يتجزأ من الأقصى والقيامة. أحببت غزة وأهلها لأنها مدينة المقاومة والصمود والتحدي والرجولة، منها وفيها استعدت هويتي الضائعة في الشتات. وأكثر ما آلمني ويؤلمني أني أجبرت على تغييرها إلى هوية رام الله. أحببت القيادة فكنت قائدا شجاعا في الكنيسة والمدرسة والرعية والمجتمع. أنا عربي حتى النخاع، وفلسطيني حتى النخاع، ومسيحي حتى النخاع. أحببت بيرزيت وعدت لأزرع فيها التين والزيتون والتفاح والزعتر. حين أشكر الناس أشكر الله، فاسمحوا لي أن أبدأ بتوجيه قبلة أولاً إلى جبين من وضع سيرة هذا الجهد في كتاب. اسمحوا لي أن أبدأ بتوجيه قبلة أولاً إلى جبين من وضع سيرة هذا الجهد في كتاب أخي الحبيب الذي لم تلده أمي، الدكتور أحمد يوسف صالح. أخي دكتور أحمد، أنت بذكائك وحنكتك اكتشفت لي باب التاريخ وأدخلتني منه. أنا كنت أحب أن أكون نكرة مقصودة، فأردت لي أن أكون معرفة مقصودة. ما هذه الأيقونة الذهبية التي وضعتها على صدري؟ إنها إنجاز فنان وصانع حاذق. كل من سيقرأ هذا الكتاب سيقرأ بين أسطره أمانتك وحبك لوطنك، أنك تؤرخ له بعرق جبينك، وفي هذا عظمتك وقوتك وقيمتك الإنسانية. شكرا لتعبك وسهرك وجهدك ومثابرتك. كما ويسعدني أن أشكر هنا جميع الذين تركوا بصمتهم في هذا الكتاب وقالوا عني كلمتهم كما عرفوني، وعلني لا أنسى أحدا منهم: غبطة البطريرك ميشيل الصباح، الأستاذ خالد مشعل، الدكتور حسن الصيفي، الدكتور موسى أبو مرزوق، الدكتور محمود الزهار، النائب دكتور أيمن دراغمة، دكتور وليد القططي، الأستاذ حسام أبو النصر، الأستاذ حسني العطار، المهندس عماد الفلوجي، دكتور باسم نعيم، دكتور عبد العزيز الشقاقي، دكتور جميل جمعة سلامة، اللواء مازن عز الدين، دكتور نشأد الأقطش، دكتور مصطفى اللداوي، وإن كانت كلمته الرائعة التي وصلتني وأحتفظ بها قد سقطت سهوا من الكتاب.
النائب إبراهيم صرصور، دكتور كريستوفر أوبرنين، الصحفية هدي العطلة، الدكتور جواد الهشيم، دكتور عبد الستار قاسم، دكتور إبراهيم أبو النجا، السيد عبد الله شريف سعيد، دكتور غازي حمد، دكتور ناصر الدين الشاعر، دكتور أسامة عنتر، الأب ماريو دي سيلفا، دكتور عطلّة أبو السبح، الأستاذ عبد العزيز أبو صفية، الشيخ دكتور حسن علي الجوجو. وشكر خاص وعميق لجمعية الشبان المسيحية التي استضافت هذا الحفل. وشكراً لأخي وحبيبي دكتور جميل سلامة لإدارته هذا الحفل وعلاقته المميزة وقوله الجميل والعميق حول علاقتنا الشخصية. أشكر الآنسة هبة صالح السكرتيرة التي بذلت الجهد الأكبر في إعداد هذا الكتاب. أشكر أختي سهام وأترحم على روحها، فهي كانت حارستي ورفيقة دربي مدة 40 سنة والطريق الذي مهد لهذا اليوم. وأخيرا أشكر مدرسة البطريركية اللاتينية ومدرسة العائلة المقدسة في غزة، فهناك كانت البيئة والحاضنة لهذا الكتاب الرائع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأب منويل مسلم.